محاكمة في مخالفة مرورية عادية في أمريكا وصلت أخبارها لكل العالم. أنا ما أعرف كيف فعليا نقدر نوصف المتهم، يعني هي جرأة ولا وقاحة ولا هبل؟ خلينا نشوف. Assistant Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present via Zoom. Mr. Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me one second. I'm parking right now. Wait. You stationary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing? اللي شفتوها هذه محاكمة، والمتهم فيها داخل المكالمة عبر زوم ومحاميينه في الجلسة. يقوم يطلع لهم هو في الزوم بيسوق. هذه أول جزء من المصيبة، يعني قدام قاضي وفاتح فيديو وعيني عينك بتسوق وبتتكلم في التليفون. طيب، لكن الأدهى والأمر في القصة أنه المحكمة هذه محكمة مخالفات مرورية، والأسوأ أكثر وأكثر أنه الرجل هذا رخصته مسحوبة أصلاً بسبب المخالفة اللي جاي المحكمة يتحاكم عليها. يعني هو أصلاً ما المفروض يكون في أي شيء بيتحرك، يعني أصلاً. المهم، محامية المتهمة المسكينة ايش تسوي هذه؟ ايش تسوي؟ ولا ينفع شيء هذه. حاولت انه تخلصه من الورطه اللي وقع نفسه فيها، بس طبعا يعني فشلت طبيعي يعني. وقرار القاضي جاء سريعا بالغاء الكفاله ومطالبته بتسليم نفسه لسجن المقاطعه. يلا تعال. So maybe I don't understand something. This is a driver with a license suspended. That is correct, Your Honor. And he was just driving. And he didn't have a license. Is with the charges, Your Honor? Yes. No, I'm looking at his record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. Hello. One minute, Mr. Harris. I don't even know why he would do that. So, defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is to turn himself into the Washtenaw County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. أول شيء شفتوا القاضي كيف من الصدمة كيف صار يستأتئ الرجال، يعني مو مصدق، يعني مو مصدق للغباء، الوقاحة، مو مصدق كل هذه الأشياء صارت بتدور يعني كده في راسه. والشيء الثاني اللي ماني قادرة أفهمه إنه صدمة المتهم. أول شيء هو جالس مصدوم، أنت مصدوم من إيش؟ أنت عامل مصيبة، هذا أولاً. بعدين لما تأخروا عليه يقول لهم هلو، إنه يعني إنه إيش متأخرين عليه حبيبي؟ معطلينه، أنت أصلاً ما لازم تكون بتسوق أصلاً. يعني كل الموضوع ترى عجيب. لا وبعدين يعني اتفجع إنه انحكم عليه. لا كثير. على العموم، محاكمته ترى حتبتدي في 5 يونيو، وأنا صدقوني هذه قضية حنتابعها من قلوبنا.